أثبتت التجربة من خلال أكثر من 20 سنة من العمل في داخل هذا الحزب أنه كلما تعرض حزب العدالة والتنمية للضربات ولمحاولة التشويش حينما لا تكون منطلقة من مقتضيات موضوعية وحقيقية وحينما تعتمد الكذب والتدليس والافتراءات والتبخيس ومحاولة التيئيس كلما زاد ذلك الحزب تماسكا، زاده وحدة، زاده انسجاما مع مبادئه وأفكاره، وزاده اقتناعا بمنهجيته في الاشتغال القائمة أساسا على الاعتدال، القائمة على احترام الثوابت الدينية والوطنية، احترام الإسلام كمرجعية في السلوك، في المواقف، في الأداء، وأيضا احترام المؤسسات الوطنية وعلى رأسها المؤسسة الملكية، وبطبيعة الحال الوفاء لانتظارات المواطنين مع مراعاة الإكراهات وشرحها للمواطنين التي تواجهه داخل مختلف المؤسسات. نفسرها بنجاح الحزب بطبيعة الحال وصموده وقدرته على تبوء المشهد السياسي بقواعد ليست مألوفة من طرف عدد كبير من الأحزاب، وعلى رأسها نظافة يد يعني أعضائه، وأيضا نجاحه في تدبير لحظات حرجة في تاريخ المغرب. لا ينبغي أن ننسى التوتر الذي عرفه المغرب لحظة 20 فبراير وكيف تعامل معه الحزب وكيف قاد البلاد في مرحلة صعبة. لا ننسى أيضا الظرفية الاجتماعية والاقتصادية التي تولى فيها الحزب رئاسة الحكومة ونجح في الخمس سنوات الأولى، والدليل على ذلك هو تصويت المواطنين بكثافة خلال يوم 7 أكتوبر على الحزب وبوأه الرتبة الأولى. وهو الآن يقود أيضا تجربة جديدة مع الدكتور سعد الدين العثماني قضى فيها سنتين، وهو لن يستبق لحظة الانتخابات ويشتغل من أجل أن يكون وفيا لوعوده، لكن في نفس الوقت بطبيعة الحال ليس مهووسا باللحظة الانتخابية التي نرى بأن العديدين مهووسين بها إلى درجة أفقدتهم السيطرة على توازنهم. نحن نشتغل مع المواطنين، نشتغل مع هذا الشعب، ولحظة المحاسبة ستكون لحظة الانتخابات وليس الآن. وأعتقد بأن المؤشرات الأولية تقول بأنه الحزب ماض في تبوء المرتبة الأولى على الأقل من حيث الثقة ديال الناس فيه، وهذا هو الذي يزعج الكثير من الخصوم، ولذلك بدأوا يستخدمون الوسائل القذرة الغير المألوفة في العمل السياسي النبيل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.